الجمهور وراكو وفي ظهركو، وهنفضل واقفين وراكو لغايه لما تاخدوا البطوله الافريقيه، وان شاء الله تاخدوا الدوري العام على الرغم من كل الظروف اللي بتحصل وكل الحاجات اللي بتحصل دي. عشان كده دعم جمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه من فضل حضراتكم على كل وسائل التواصل الاجتماعي، اللي يشوف لعيب في الشارع يقف في ظهره ويقف جنبه ويقول له احنا متاكدين وحاسين وعارفين قد ايه انت هتكسبنا الماتشات اللي جايه حتى لو ما كانش بيلعب. النية السليمة والنفسية السليمة اللي موجودة في معظم لعيبة النادي الأهلي صدقوني هي دي اللي مخليه الواحد عنده تفاؤل، هي اللي مخليه واحد زي كده لما تيجي تقعد تتكلم مع اللعيبة سواء بيلعبوا أو ما بيلعبوش بتلاقي إن الخوف على النادي الأهلي واحد سواء بيلعب أو ما بيلعبش. من هنا نقدر أقول لحضراتكم إن لا هتحصل حاجة كويسة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، لأنه هو ده اللي مطلوب من اللعيبة، هو ده اللي مطلوب من اللعيبه ان هم يعرفوا قد ايه ان وراهم 70 80 مليون واحد في مصر، بس في مصر جوه مصر بس، نفسهم يشوفوا النادي الاهلي بيكسب، نفسهم يشوفوا في نله النادي الاهلي مره ثانيه. احنا بنكسب على طول، طول عمرنا بنكسب، وعندنا 40 دوري وعندنا مش عارف كام و30 كاس وعندنا قد ايه بطوله افريقيه وعندنا قد ايه سوبر افريقي، ولكن الفارق ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور تاني، وانا لا اعيب في احد والله ربنا عالم انا لا اعيب في احد، ولكن انا بتكلم على الفارق ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور تاني، ان النادي الاهلي دايما طماعين في الفوز، جمهور النادي الاهلي طماع في الفوز، عايز يكسب بطوله والثانيه وال40 وال41 وال42 وال150 لو ينفع، البطوله الافريقيه عايزين نكسب التاسعه والعشرة وال11 وال12، ليه لا؟ الطمع ده حلو، طمع الانتصار ده هو ده الطمع اللي بيتميز بيه جمهور النادي الاهلي، اللي هو طمع الانتصار الدائم، مش عايزين يخسروا ابدا، مش عايزين يبقوا شايفين فريقهم وحش ابدا، لا ابدا، هو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده اللي انتوا او اللعيبه اللي كانت موجوده على مدار تاريخ النادي الاهلي منذ انشائه وحتى الان عودت جمهورها على كده، عودت جمهورها على ان احنا دايما بنكسب، دايما بيبقى فيه بنرفع راسنا فوق دايما كجمهور للنادي الاهلي او لعيبه في النادي الاهلي، لكن هي الظروف بتتحكم في بعض الامور، وفي الاخر التمرين الجيد للاعبين والتفكير والتركيز الجيد للجهاز الفني مع مسانده ودعم من مجلس الاداره ده اولا، وثانيا ايضا مع مسانده ودعم من حضراتكم او مش ثانيا، ده اولا وثانيا وثالثا ورابعا، الدعم الكامل لفريق كرة القدم في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، لأن زي ما قلت لحضراتكم أنتوا الأساس في كل شيء، أنتوا اللي بتخلوا اللعيبة دي تعرف يعني إيه كرة قدم، تعرف يعني إيه فنلة الأهلي، صدقوني هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي وأي فريق آخر. حضراتكم كجمهور بتدوا الباور الكبير جدا وبترجعوا شخصية النادي الأهلي، فعشان كده بقول لحضراتكم مش عايز حضراتكم تقلقوا أبدا أبدا، حتى لو لا قدر الله حصل حاجه كده ولا كده مش عايز حضراتكم تقلقوا ابدا، لانه دايما النادي الاهلي محمي بيكم، محمي بالجمهور، محمي بكل واحد بيحب اسم النادي الاهلي وبيخاف على اسم النادي الاهلي. طيب ايه هي بقى، نرجع تاني للفرص او فرص النادي الاهلي.